رؤى ذات 8 أعوام ضحية رجل مسن يكبرها ب60 عام، استدرجها من أمام دارها ثم أدخلها داره في غرفة مظلمة مصادة الباب، أجبرها على السكوت حاملا فأسا مهددا إياها بالقتل إن صرخت، ثم حاول اغتصابها لتصاب والدتها إثر الصدمة بتجلط الدم. طفلة رايحة تجيب شيبس وعصير للمدرسة مالتها، يستدرجها ويصيح لها تقول نعم جدو، يسد حلقها ويدخلها جوا بالبيت ويشهر عليها فاس، يقولها إذا حكيتي أقتلش وأدفنش بالحديقة. أحد أقرباء الضحية تحدث لقناة التغيير عن بطء الإجراءات القانونية، فأيام تجاوزت 5 مرت على هذه الحادثة ولم تتمكن قوى الأمن من إلقاء القبض على مرتكب هذه الجريمة الذي فر هاربا إلى جهة مجهولة، ما دعا أقاربها بالتلويح للتوجه نحو الأعراف العشائرية لإعادة حق ابنتهم. الأمور بالقضية أكو تهاون وتستر عليها، وصلت الحالة إلى أنه الضابط اللي عند القضية متبني موضوع القضية بدأ حتى يخفي مستمسكات أبو البنية، ردنا نوكل محامي في لحظتها 4 أيام، يوم الخامس يلا حصلنا على المستمسكات في سبيل نخلي محامي. فهاي واحدة من الأمور اللي تخليك القانون تخليه على صفحة. الحيرة تسيطر على أذهان ذوي الضحية التحرش رؤى وأقربائها، والصدمة لا تفارق أعينهم التي لم تصدق أن ما يكبرها بأجيال عديدة حاول اغتصابها، فعلى إثر ذلك توعد ذووها وأقاربها الفاعل بتسليمه للقضاء ما إن أمسكوا به. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.